في مناظرة استمرت لتسعين دقيقة خلت من الجمهور بين الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، احتضنتها قناة CNN من استوديوهات أتلانتا. تطرق خلالها المتنافسان إلى برنامجيهما قبل أن تتحول إلى سجالات وتسقيط وتبادل الاتهامات بين المرشحين للرئاسة الأمريكية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN أن نحو 8 من كل 10 ناخبين مسجلين شاهدوا المناظرة بنسبة 81% أنه لم يكن لها أي تأثير على اختيارهم. وقال 14 آخرون أن ذلك جعلهم يعيدون النظر لكنهم لم يغيروا رأيهم، بينما قال 5% أنهم غيروا رأيهم بشأن من سيصوتون له. وتراجعت آراء مراقبي المناظرة تجاه بايدن قليلا بعد المناظرة، 31% فقط نظروا إليه بشكل إيجابي مقارنة ب 37% في استطلاع أجري على نفس الناخبين قبل المناظرة. على النقيض من ذلك، كان 43% من مراقبي المناظرة ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، على غرار 40% الذين لديهم آراء إيجابية عنه قبل حدث الخميس. ويقول 48 من مراقبي المناظرة أن ترامب عالج المخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الرئاسة بشكل أفضل، بينما قال 23% أن بايدن قام بعمل أفضل، و 22% لم يفعلها أي من المرشحين. ويعتقد 7% آخرون أن كلا المرشحين قاما بعمل جيد بنفس القدرة في تهدئة المخاوف. من بين مراقبي المناظرة قال 48% أنهم سيفكرون في التصويت لترامب فقط، و40% أنهم سيفكرون في التصويت لبايدن فقط، و2% أنهم يفكرون في كلا المرشحين، و11% لا يفكرون في التصويت لهما. وبين المناظرات والاستطلاعات يبقى الحسم في صناديق الاقتراع وما يقرره الناخب الأمريكي في نوفمبر المقبل، رغم ما ذهب إليه خبراء لغة الجسد الذين اتفقوا على أن ترامب أظهر حضورا قويا، بينما ظهر بايدن وكأنه دمية متحركة إذ دخل إلى مسرح المناظرة كتمثال مصنوع من الشمع.